لكن احمد صديق من احسن الشخصيات اللي ممكن تتعامل معاها في مجال الكوره بره الملعب، وشخصيه ملتزمه جدا، متزن جدا، متدين، راجل فير، بيتعامل دايما اللي جوه عنده طالع دايما، اللي في قلبه على لسانه. فالشخصيات دي بتبقى مش كتيره. شخصيه ملتزمه جدا، وانا على المستوى الشخصي بحبه جدا بره الملعب. جوه الملعب هو مدرب واعد، وان شاء الله يبقى ليه مستقبل كبير، وهيبقى مدرب كويس جدا، وفي خلال سنوات قريبه هتلاقيه من المدربين الصفوه. والله كابتن احمد صديق غني عن التعريف كلاعب وكمدرب واعد بالنسبه للمرحله اللي احنا فيها. مدرب بيمتاز بالسلوك الطيبه والروح العاليه جدا معانا كجهاز ومع اللعيبه، منظم في شغله، مدرب واعد يعني. حتى لما بيجي في تشكيلات او في اي حاجه بالنسبه لتخص الفرقه بيجمعنا كجهاز فني وبياخد راينا كلنا. يعني هو عايز يعمل حاجه معينه فبيقعد يقول احنا عايزين نعمل كذا كذا كذا، ايه الراي؟ ياخد راي الكابتن احمد. فهو مدرب واعد، وباذن الله انا بتوعد له ان هو هيبقى حاجه كويسه باذن الله في النادي الاهلي ان شاء الله. خارج الملعب روحه عاليه جدا، اخ وصديق ومتعاون مع اللعيبه كلها. اللي عنده ظروف، اللي عنده اي حاجه بيقدر يتعاون معاهم. حتى الجهاز الفني لو في اي حاجه بالنسبة لينا بيبقى سند وأخ لينا يعني صراحة. يعني من الشخصيات المحترمة والله الواحد يتعامل معاها يعني، وبصراحة متعامل كأخوات يعني، مش كأداري أو مدرب أو مدير فني أو كده. فمن الشخصيات الكويسة يعني، وإن شاء الله ربنا يكرمنا بالبطولة كلنا إن شاء الله يعني. لا بيتعامل كويس والله مع كل اللاعبين يعني، بيتعامل كويس باحترام بأخلاق يعني، من الشخصيات الكويسة، وإن شاء الله ربنا يكرمه ويبقى حاجة كويسة إن شاء الله يعني في مجال التدريب يعني. كابتن أحمد صديق مدرب كبير طبعا، كان بيلعب في النادي الأهلي أيام زمان، هو مدرب كبير طبعا وشغال معنا شغل كويس وأداء جامد والله. بيتعامل معنا كويس، هو اللي بنكسبنا، بيتعامل معنا براحة طبعا، وبيدينا حاجات بننفذها. كابتن كويس. كابتن أحمد صديق كابتن هايل، على طول بيعاملنا إن إحنا لازم نكون عندنا ثقة في نفسنا، وعلى طول نكون يعني مش قلقانين بقى وكده، وعشان احنا لابسين التيشيرت دي واحنا النادي الاهلي لازم نكون على طول يعني رجاله. وكابتن احمد صديق بيعاملنا كويس جدا وبيشجعنا على كل حاجه. طبعا كابتن احمد صديق ضاف لنا كتير كلعيبه، وعلمنا ازاي نبقى يعني رجاله في الملعب، ما نخافش من اي حد، احنا النادي الاهلي. وطبعا ضاف لنا شخصيا اللعب، وبقيت احسن كتير في حاجات كتير جدا خصوصا الدفاع. كابتن احمد صديق طبعا شخصيه محترمه جدا، وواحد يعني بيستفاد منها كتير قوي، ومدرب كويس طبعا.